طيب من يعرفنا برواة هذا الإسناد بعدما درسنا المتن والفوائد؟ يعني عكسنا لأن نرجع إلى الإسناد. تفضل. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي البصري، مات سنة 22 و200 وله 94. شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن، أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا، مات سنة 60 و100. عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي مات سنة 16 و100. أبي حازم هو سلمان الأشجعي الكوفي مات على رأس 100. أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال، أشهره عبد الرحمن بن صخر مات سنة 57 وله 78. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد. نصف الإسناد بصري والنصف الثاني كوفي، صحيح. لطيفة ثانية، تفضل. في رواية التابعة عن التابعة عدي بن ثابت عن أبي حازم، حيث أن عدي بن ثابت روى عن البراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى. نعم، فيه رواية التابع عن التابعي، فكما قال أخونا فعدي روى عن البراء بن عازب